ماتت ستي مرقنة. وتركت زوجا. وأما. وإخوة لأم. وإخوة أشقاء. مرة أخرى، ماتت ستي مرقنة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. نعم. أص ثاني. ماذا؟ Pak Beter. أم وأب زوجين ومن 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 ماذا؟ Abah Anom. Wataroka. Umman. Wazawjatan. وبنتا بنت ابن وأختا شقيقة. مات أبها نوم وترك أما وزوجة وبنتا وبنت ابن وأختا شقيقة. خلاص، 5 دقائق فقط. عشر دقائق. يلا 10 دقائق. ولا لا، نعم، لا تنسوا تعيين ماذا أصول المسألة كذلك. مرحبا.
ماذا نعم هكذا هلا نعم قائمة لها قائمة هذه قائمة ها ماذا اكتب في كراسة سوف نتأكد بعد ذلك بإجابة كل واحد منكم الطلاب فقط 77 الذي حضروا معنا إن شاء الله أين الباقون ماذا بهم عفوا يا أستاذ هل نجيب الآن يا أستاذ غدًا يا أخي غدًا تجيب مشكله انت يا أستاذ لي سؤال أنت تسأل وأنت تسأل الآن أريد أن أسأل أستاذ أما أريد نعم أستاذ لو كان الزوج اشترى بيتا مع زوجتي الاسم على الأرض وهو اسم رجل اسم الزوج وليس اسم زوجته والمال مال لكليهما نعم أستاذ ثم طلق الرجل زوجته بسبب ما ثم توفي الرجل ثم الزوجة تغير اسمها على هذه الأرض ثم نعم أستاذ المسموع صوتي مسموع نعم ثم لما توفي الرجل الزوجة تغير اسمها على هذه الأرض فماذا على أولاد فماذا على أولاده زد بعد أن توفي هذا الرجل إذن طلق زوجته ثم توفي بعد أشهر أو بعد بعد نعم بعد أشهر ثم كيف هل هذه الأرض للأولاد دون زوجة أو هذه تلك الأرض للزوجة أيضا بيت أنا فاهم يا أخي نعم البيت أقصد البيت آه. نعم كما ذكرنا سابقا البيت لا يمكن توزيع البيت أليس كذلك نعم. هذا هذا البيت ماذا يشترى من مال الزوج فيجمع بين ماذا مالهما والله تعالى أعلم بعد ذلك ماذا نعم فهذه امرأة أو هذه الزوجة عليها أن تقدر ما نصيبها أو ما هو مالها ما هو مالها بالنسبة إلى ذلك البيت جيد وليس لها أن تغير اسم زوجها في تلك الورقة وإنما فقط ماذا عليها أن تقدر كم ماذا من المال الذي أو التي أخرجته سابقا ثم بعد ذلك عليها أن تقدر بعد ذلك على نصيبها يعني من بقية مال زوجها إذا كانت زوجة وللميت ولد إذن لها ثمن إذن يبقى بعد ذلك ماذا أن تأخذ هي نصيبها الثمن إذا كان مال زوجه سابقا الذي أخرجه من أجل شراء البيت والثمن إذن خلاص البيت لها فيجوز عندئذ لها أن تغير اسم زوجها باسمها هي إذا كان المال الذي أخرجه من زوجه سابقا في شراء البيت مرة أخرى بقدر الثمن ما هو بقدر الثمن نصيب تلك الزوجة فيمكنها بعد أن تغير الماذا اسم زوجها باسمها هي وإن زاد إذن حقها فقط أن تأخذ ماذا قيمة الثمن جيد والله تعالى أعلم نعم أستاذ شكرا أستاذ إلا إذا أرادت أن تغير الاسم ما في مشكلة ولكن بمعرفة أولادها بمعرفة أولاد الزوج فلا مانع في ذلك وإذا رضوا في ذلك جيد أم يعني إذا كان الأولاد رضوا بذلك إذن لا بأس بذلك نعم لأنهم أنه عن رضا تعالى خلاص السؤال الأول آنفا عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء السؤال الثاني
عن زوجة وأم وأب ومن؟ السؤال الثاني وإخوة لأم. الثالث عن أم وعن زوجة وعن بنت وعن بنت ابن وعن أخت شقيقة. نعم، السؤال الثاني زوجتين. بقي 4 دقائق.
خلص الحمد لله. Klaus, ha? Ha? Eva? Klaus? أنت هناك في الخارج هناك آه لا لا في القاعة الثانية هناك محاولة أستاذ. الحمد لله الحمد لله. السؤال هل انتهيتم؟ ليس محاولة. الحمد لله انتهينا. أنتم الحمد لله. خلاص طيب من يجيب على السؤال الثالث اولا ونبدا بالسؤال الثالث تفضل يا شباب نحن نقدم اولا من في القاعه الثانيه هناك تفضل انا ان شاء الله باذن الله معنا. نعم طيب ان شاء الله باذن الله تعالى تفضل ان شاء الله باذن الله تعالى ساجيب باذن الله تعالى. نعم تفضل. متى ابا أبا أنام أبا أنام نعم يعني متى الزوج متى الزوج عن أخت وعن زوجة وعن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. نعم نصيب الأم. طيب نصيب الأم السدس. نصيب الأم السدس. طيب لماذا حصلت على السدس يا ضياء؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس. نعم لماذا حصلت على السدس هي الأم؟ لأنها لأن الزوج لديه ولد.
لأن الزوج أني أباه نعم لديه ولد لديه ولد لديه ولد لديه بنت بنت نعم لديه ولد تفضل زوجة كم الزوجة الثمن لماذا حصلت على الثمن لأنه لديه ولد أني بنت لأن الميت لديه كذلك نعم وللكم للبنت النص لأنها لأنها وحدها لأن وحدها في مرتبتها نعم نعم فإن كانت وحيدة فنص بنت ابن السدس تكملة للثلثين بنت الابن السدس تكملة للثلثين أما أخت شقيقة أصل المسألة كم؟ 24 24 إذا كم نصيب الأم؟ أربعة كم نصيب الزوج؟ ثلاثة كم نصيب البنت؟ 12 في فللبنت 12 نعم بنتي نعم وبنت الابن كم؟ أحسن صحيح من يجيب منكم صحيحا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الباقي ماذا المشكلة في ماذا ها الأخ شقيقة تنقل الأخوات مع البنات أصابات كم تذكرت هذا هذه القاعدة الأخوات مع البنات أصابت أصابت نصيب غير مقدر هذه عصب الباقي سميناه بالباقي لذلك أخت شفيقة حصلت على الباقي ولم يبق إلا واحد فقط من 24 أصل المسألة 24 أطول 24 أصل المسألة جيد وبنت ابن هل حصلت على الثلث قلنا تكملة للثلثين طيب لماذا لأن البنت هي وحدها البنت التي حصلت على النصف وحدها صح وأكثر نصيب المرأة أو البنات كما قلنا سابقا الثلثان فمن أجل الثلثين نعطي لبنت الابن الثلث كما ذكرنا نعم الثلث سين دال سين نعم الثلث تكملة للثلثين ثم بعد ذلك لأخت شقيقة الباقي خلاص في آخر السؤال الثاني عن زوجتين وعن أم وأب وإخوة لأم طيب من منكم هنا جريب محاول جريب نعم وقليلا في واحد هنا في اللقاء الأولى أنا أستاذ يلا أنا طيب زوجتا لهما ربع لهما الربع لماذا حصلتا على الربع إن لم يكن لهما ولد إن لك أحسن ليس لهما ولد ها ليس لهما ولد كيف يا أحسن ليس من الذي مات أنيفا من الذي مات Pak Betran صح نعم ليس في ليس في لباق بتران ولد ليس ليس له ولد للميت ليس للميت ولد ولذلك حصلت على الربع نعم حصلت على الربع قصير ثم الأم هنا ثلث هنا الثلث ثلث لماذا الأم حصلت على الثلث فعلا نصيبها سلوك. فعلا نصيبها. كذا حصلت ليس فعلا نصيبها. حصل الميت ولد.
ليس للميت ولد لكن إخوة موجود أما إخوة لأم محجوب أستاذ ليس لهم ليس لهم نصيب للأب كم أب الباقي أستاذ لأن نصيبه لا يذكر وإخوة لأم محجوبون نعم محجوبون أستاذ شكرا إذن زوجة ثلاثة إذن أصل المسألة 12 12 أستاذ 12 نعم 12 أما للزوجة ثلاثة للأم ثلاثة والباقي للأب تسعة ستة طيب شكرا جزاك الله خيرا في طالب بل من أنفا يريد الجواب أنفا نعم سيد ثانية سواء سواء ما فوز بس نفس الجواب مع هنا نعم طيب نريد جوابا آخر تفضل أعطيه الميكروفون إذا ماذا عبيران صح؟ فترك زوجتين أمًا وأبًا وإخوة لأمٍ. لزوجتين لهما لزوجتين لهما ربع صح؟ الربع. ليس كل واحدة منهما الربع؟ لا. كلتاهما حصلتا شريكتان في الربع. في الربع. نعم. ثم لأمٍ لها السدس. لماذا حصلت على السدس؟ لأن لها إخوة. لأن الميت إخوة. ثم لإخوتي لأم ثلث. إخوتي لأم. الثلث. نعم. ثم بعد ذلك ثم للأب. للأب باقي. الباقي. نعم. شكرا. أصل المسألة لديك كم؟ 12. 12 كذلك. جزاك الله خيرا. طيب نريد جوابا آخر من قبل الطلاب. أنا أستاذ. أحبيان. نعم أستاذ. تفضل أحبيان. الزوجتان حصلتان على الربع. حصلتا على الربع. نعم. والأم حصلت على الثلث. والأم حصلت على الثلث. لماذا حصلت على الثلث؟ لأن ليس له ورث والميت ليس له الابن. لأن ليس للميت ولد. والأب حصل على العصابة أو الباقي. الباقي ثم أخته إخوة لأم كم؟ إخوة للأم محجوب بوجود الأب. إذن جوابك مثل جواب الطالب الأول آنفا. أحيان؟ نعم. طيب شكرا جزاك الله. جواب آخر يا شباب؟ نعم سيد. أنا فرق في الزوجتان تحصلان على الربع لعدم وجود ولد الميت. ثم الأم في الأصل أنها ستحصل على الثلث إلا أن بوجود الإخوة فتحصل على السدس. ثم إخوة لأم في الأصل سيجد ثلث ولكن بوجود الأب فحجب إخوة لأم فلأب هنا الباقي. من أصل المسألة كم؟ 12. من 12. إذن للزوجة كم؟ ربع. ثلاثة. ثلاثة. ثم لأم. لأم اثنين. للأم اثنان وللأب. سبعة. وللأب الباقي سبعة. الباقي. طيب شكرا جزاك الله خيرا. نعم الصحيح. الجواب الأخير الصحيح. نعم. فللزوجة الربع فللزوجتين أو لثلاث زوجات أو لأربع زوجات الربع كلهن شريكات في الربع. إذا يحصلنا على قليل قليل قليل. إما للذكر وأنثى قلنا في القاعدة ماذا إما أن يتساويا في النصيب وإما أن يكون للذكر ضعف للأنثى. المسألة إذن الأم ستجد اثنين. اثنان. والأب سبعة إذن ليس للذكر مثل هذه الأنثى. نعم شكرا جزاك الله خيرا. أجيب أولا. نعم ثم بعد ذلك للأم السدس. لماذا حصلت الأم على السدس؟ للإخوة.
liwujudil ikhwah. Na'am, waladul mayit la yujad. Fahimta? Idza nazarta ila alwalad fawaladul mayit la yujad. Al-mafruud hiya tahsul ala al-thuluth idza lam yakun lil mayit walad. Sa wala la. Walakin ikhwah mawjudun. Allah Ta'ala qala fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Jadi fa in kana lahu ikhwatun, ikhwahuna asyqa aw li abin aw li ummin. Jadi fa in kana lahu ikhwa fali ummihi as-sudus. Akada fil Quran. Idzan nu'ti lil ummi as-sudus. Jadi paham tahuna? Nah, madam al-abu lam yuzkar nasibuhu fil Quran biwujudil ikhwa fa in kana lahu ikhwatun falil fali ummihi as-sudus lil abkam la yuzkar sah idzan nu'tihi al-baqi. Fahimta? Lil ab nu'tihi al-baqi li anna nasibahu aw nasibahu fil Quran la yuzkar idzan nu'tihi al-baqi madama lam yuzkar wa la bud an yahsul li annahu min al-warithin alladhi la min al-wajib an yahsul la yajuz an yuhjab al-ab. Jadi fanu'tihi al-baqi hakadha al-baqi idza kana al-baqi kam kam faqat nu'ti. Paham tak? Fahuna bin ghairi nazar ba'da dhalika lidzakari mithlu hadhil unthayain aw an yatasawaya fi an-nasib la illa fi mas'alati al-umariyyatain fa na'am min ghairi wujud ikhwah li um la yujad sa wala la sa na'am fa lidzalika nu'ti lil abi huna al-baqi kam al-baqi bi nisbati ila asl al-mas'alah 12 7 حصلت على اثنين فهمت هكذا الباقي يا اخي كما قلنا سابقا كم الباقي هذا قد يكون اكثر الذي حصل على الباقي وقد يكون اقل هكذا الباقي وقد لا يجد هكذا الباقي فهمت فلذلك والله تعالى اعلم نعم اصل المساله من 12 للزوجتين 4 وللام كم انفا 2 وللأبي 7 أما إخوه فإن محجوب بوجود أبي الميت جيد بوجود أبي الميت هذا الأب هو الذي يتكفل شأن إخوه لأم هؤلاء فهمنا هذا والله تعالى أعلم. هلا السؤال الأخير فضل عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. بسم الله. سؤال ماتت سيتي ميمونة. سوي. أو ماركونا. ماركونا. ماتت سيتي ماركونا. وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة شقيق. أشقاء. أشقاء. للزوج كم؟ للزوج نصف. نصف. لماذا حصل الزوج على النصف؟ لأن ليس لها ولد. ليس للميت ولد. أحسنت. نعم. ثم للأم. ثم لأم سدس. لماذا حصل؟ لوجود إخوة. لوجود جمع من الإخوة. أحسنت. ثم إخوة لأم كم؟ ثلث. ثلث. لماذا حصلوا على الثلث؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلثين. لعدم وجود الأب والولد. أي نعم صح. هكذا أو كلالة. كلالة. جيد. وهو أولى إخوة جمع صح؟ نعم. حصلوا على الثلث. وإخوة أشقاء كم؟ كذلك يشارك يتجه. يشاركون إخوة لأم في الثلث. في ثلث. أحسنت جزاك الله خير. نعم إذا أصل المسألة من كم؟ ستة يا زنزان. من ستة. للزوج كم؟ ثلاثة. ثلاثة. وللأم كم؟ واحد. ولإخوة وإخوة لأم وإخوة أشقاء كم؟ ثاني. اثنان. اثنان. صحيح. صحيح. هذا هو الجواب الصحيح يا شباب. جيد. للزوج كما قال آنفا النصف لعدم فرع الوارث أو الولد. وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة. والإخوة لأم في الكلالة. نعم حصلوا على الثلث ثم الإخوة الأشقاء يشاركون إخوة لأم يشاركون إخوة لأم فالمسألة كما ذكرنا سابقا مسألة تسمى بالمشركة
مسألة مشركة. وإلا فآسف جدا إخوة أشقاء هؤلاء. ما معنى إخوة أشقاء وإخوة لأم؟ هو نفس الأم ولكن اختلفوا في الأب فقط. لذلك قالوا خلاص يا أمير المؤمنين عمر لا تعتبر وجود أبينا يا أمير المؤمنين. افترض أنه حمير فقط. على أن تكون ورثتنا كذلك مثل إخواننا لأمنا. جيد؟ بارك الله فيكم. السؤال الأول البنت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأشقاء وبنت بالبنت. زوجا هناك سؤال من زميلكم قال ماتت ستي مرقونة كما قلنا آنفا وتركت زوجا وبنتا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. نعم فنقول للزوج كم الربع لوجود الولد صح وللأم السدس لوجود الولد كذلك مع وجود الإخوة كذلك ثم للبنت كم نصف لماذا لأنها هي وحدها ثم إخوة لأم وإخوة أشقاء كم ها كم إخوة لأم إخوة أشقاء إخوة لأم كان شرط توريثهم ثلاثة فهمت الآن البنت موجود فهمت البنت موجودة البنت الموجودة إذا كانت الإخوة الأشقاء لم يكونوا موجودين إذن الباقي لإخوة لأم لكن بما أن الإخوة الأشقاء موجودون هؤلاء إذن المحجوب هنا الإخوة لأم الباقي لإخوة الأشقاء لماذا؟ لأنهم أقرب علاقة إلى الميت هذا لوجود البنت كما قلنا مع وجود البنت يا أخوات مع بنات دائما نقول ماذا؟ عصبات فيدخل فيهم الإخوة ليه؟ مات فلان وترك بنتا وأخا للبنت النصف والباقي للأخ مات فلان وترك بنتا وأختا للباقي للنصف لماذا؟ للبنت النصف وللباء وللأخت الشقيقة الباقي وهو النصف وهكذا ليه؟ هنا الإخوة لأم لو قارنا بينهم وبين إخوة الأشقاء لوجدنا بأن الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت ماذا؟ بالنسبة إلى إخوة لأم جيد؟ هكذا جيد؟ فهمتم؟ والله تعالى أعلم هناك مسألة طرحها العلماء نعم منذ زمان هؤلاء طرحوها هناك بعض الناس يا أستاذ يتصفون بصفة الخنوثة نعم يتصفون بصفة الخنوثة لا ذكر ولا أنثى ذكر لكنه أنثى أنثى لكنها ذكر كيف بالنسبة هؤلاء اختلف العلماء في توريثهم هل يلحقوا إلى الذكر أم يلحقوا إلى الأنثى نعم ومنهم من قال على حسب البول إذا خرج البول نعم إذا خرج البول من الذكر فيلحق بالذكر وإذا خرج البول من الفرج فيلحق بالأنثى فهمت وإذا خرج البول معا يخرج من الحفرتين جيد فينظر أيهما ماذا أقدم أيهما أقدم إذا خرج وإن قطرة واحدة مثلا من الذكر إذن يلحق إلى الذكر مباشرة هذا لا يعلمه طبعا إلا صاحب ذلك البول ليس الحاكم وأنا أنا أنظر سأتأكد حتى لا تكذب ليس لك أنت
جيد وهكذا يقولون. وبعضهم توقفوا إذا كان إذا خرج سويا هذا توقفوا. جيد والله تعالى. نعم هكذا يقولون إلى على حسب البول. إذا خرج من أحد الفرجين فيلحق إليه، وإذا خرج معا أيهما أقدم خروجا. جيد إذا خرج مثلا الأول ما خرج هو مثلا من الذكر إذن يلحق بذكره. نعم والله تعالى عالم. وفي مسألة كذلك في ولا ضد العول هو الرد، ما يسمى بالرد، وكما ذكر ما زيادة ماذا نعم زيادة الأصل عن سهام الوارثين، أي أصل المسألة أكثر من سهام الوارثين، الباقي لمن يا أستاذ كما ذكرنا سابقا على خلاف العلماء سواء لا، ولكن المعتمد والذي يتمسك به كثيرا هو ماذا في مثل هذه المسألة تسمى بمسألة الرد، يرد إلى أصحاب الورثة أو أصحاب الوارثين مرة أخرى، يرد إلى إذا كان هناك الباقي إذن يرد إليهم مرة أخرى. هذا الذي يطبق كثيرا، يرد إليهم مرة أخرى، فيسمى هذه المسألة بمسألة الرد، هي ضد العول. العول زيادة نعم زيادة ماذا زيادة الأصل عن السهام، ألا زيادة السهام عن ماذا عن الأصل، هذا هو العول. السهام كثير فهمت، لكن أصل المسألة قليل فهمت، فيرفع ذلك الأصل إلى عدد السهام. الله تعالى انتهينا من هذا، زاد 7 دقائق. بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهكم في الدين وأن يعلمكم علم التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أستاذ، جزاك الله خيرا.